السلام عليكم. سؤال بنظل نطرحه دائما، ما هو سر الكورونا؟ وليش كل ما واحد بقرب من الخط الأحمر لكورونا بموت؟ مين وراء كورونا؟ مين صنع هذا المرض؟ ومين نشره في العالم؟ ومين اللي بيتحكم فيه؟ ومين اللي يحكم العالم من وراءه؟ كورونا أول ما انتشرت في الصين، طلع دكتور اسمه ليانغ وقال يا أخوان في كورونا، بكل سهولة الصين قتلت هذا الرجل، قتلت وضحكت علينا. طبعا هي قالت أنه مات بالكورونا ومسكين انتقل له العدوى وراح فيها، الزلمة اتكل ما لحقنا نخلص من ليانغ. طلع في ألمانيا الكموني طبيب تونسي وقال لك أنا قادر على أكتشف العلاج، الدواء عندي يا أخوان، فجأة انقتل. طلعت ميركل، تخيلوا مستشارة ألمانيا، تطلع تقول لك لا والله يا أخوان هذا ما انقتل، ما جلطة. مستشارة ألمانيا بعظمتها طالعة تبرر ليش واحد مات، إلا بحالة واحدة، إلا إذا كانت هي وحكومتها متورطين في قتله. الفيلم ما خلص يا إخوان، الفيلم ما شاء الله عليه، الفيلم زي أيام السينمات القديمة، عرض 24 ساعة متواصل. أجانا الخبر من روسيا، 3 أطباء وباحثين انتحروا، طلعوا على عمارة وكل واحد نط من العمارة اللي هو فيها، والسبب والله ضغط نفسي، كلهم انضغطوا نفسيا وكلهم انتحروا، وكلهم بيشتغلوا على كورونا وكلهم بحققوا وبيبحثوا في إيجاد علاج لكورونا. قلنا معلش يا أخوان، يعني الصين، روسيا، ألمانيا، يعني الأمن فيها مش مستتب، الأمن موجود في أمريكا، أمريكا ما في إيش بتخبى فيها، أم الحريات والديمقراطيات وأم الكذب كمان. شوي واحد اسمه دكتور ليو بيشتغل على كورونا وقرب يلاقي الزلمة علاج، ولا قرب يلاقي لقاح، في ظروف غريبة عجيبة لقوه مقتول في بيته، 4 رصاصات في رأسه وفي قلبه وفي بطنه، يعني ما خلوا نخلوا تنخيل. والمشكلة اللي قتله طلع من عنده انتحر، يا سبحان الله انتحر. واثنين طلعوا زعلانين على بنته، اثنين بحبوا واحدة، يعني رجعوا على المسلسلات المصرية القديمة، بحبوا واحدة طخ وانتحر، يعني مش عارفين يكذبوا علينا. شكله ما في مخرج في أمريكا، ولا عليكم عندكم هوليوود اللي بتصنع كل أفلام الكذب، اللي عملت أبطال وهم بسوش شلن، اللي سوتكم أقوى ناس في العالم وانتصرتوا على العالم في الرعب وفي هوليوود، مش لاقين واحد يخرج لكم مسرحية غبية ويطلعها بطريقة أفضل من هيك. الأغرب من كل هاي القصص عالم ياباني اسمه ساكي طلع بقول لك أنا صار لي من شهر بتصل مع باحثين وعلماء في الصين ما بردوا علي يا جماعة. فأنا والله قلت له يا ساكي يمكن هذول الجماعة مرضى، نعسانين، تعبانين، شغل كثير عليهم، اتصل فيهم بكرة. ساكي بقول لك قد ما بحكي ما برن، والله أنا خايف يكونوا انقتلوا. له يا ساكي أنت خايف يا رجل، انسى موضوع أصحابك، أصحابك صاروا بيستخرجوا معظمهم البترول، صاروا مقتولين وخالصين. هذا كورونا اللي بتديره الدولة السفلية، وبصراحة أسفل من هيك دولة في العالم سفلية ما في، تقتل العلماء، بتجوع الاقتصادات، بتجوع الناس، بتهد في دول، البترول صار بتراب المصاري، شركات الطيران فلست، المصانع بتشتغل بنص قوتها، واللي وقفت عن الشغل، الأسهم صارت في الأرض، ولسه احنا عندنا في الأردن يفتحوا بورصة عمان، هي أصلا البورصة منهارة خلقة بتكون تكملوا عليها. أنا مش عارف كيف الشغل بصير وكيف العالم بتفكر. القضية واضحة، هناك من يتآمر على العالم وهناك من يريد سرقة ثروات العالم كله. في ناس بدهم يخلونا على الحديدة يا جماعة، وإذا لقوا الحديدة بأخذوها. هذول الناس معروفين،
هذول الناس مصر الماسونية والصهيونية وأكم واليمين المتطرف ورأس المال القذر، أكم من واحد هذول ملتمين وقاعدين بدهم يخربوا بيت العالم، لأنه عمليات الاغتيال اللي قاعدة بتصير لا تقوم فيها دولة. يعني أمنا أمريكا بدها تغتال اللي عندها، بس شو بدي يوديها على الصين تغتال ولا على روسيا؟ والصين لو هي السبب أوكي راح تغتال في ألمانيا ولا راح تغتال في أمريكا؟ القصة أكبر من كل هاي، القصة قصة الناس اللي بمشوا هاي الدول، القصة قصة الزعماء تابعين هاي الدول تابعين لهذول الناس. الناس راح يقولوا شوف هالزلم هذا نهبل وبيحكي عن مؤامرة كبيرة ومؤامرة ومؤامرة، هلكتونا أنتوا الشعب العربي كل حياتكم مؤامرات، صار الواحد إذا تأخرت السيارة مؤامرة، إذا ركب في الباص مؤامرة، إذا دخل طلب أكل في مطعم وتأخر عليه الجرسون مؤامرة. إحنا صرنا شعب نظرية المؤامرات، هيك بيفكرونا. لكن يا إخوان ما هو ما بشوف من الغربة الأعمى، والبعرة تدل على البعير. بس المطلوب نحلل شو اللي قاعد بصير. أربع جرائم في ثلاث قارات في أربع دول مختلفة تترك 100,000 علامة استفهام عند الأعمى مش عند المفتح. وأنا بدي أقولها، أنا أتحدى دولة في العالم تطلع وتقول أنا ما عنده كورونا، والله غير ثاني يوم يصير عندها كورونا، وبقرار سياسي اقتصادي برشوة المصاري بدك تقول عنده كورونا، وبدك تعمل زيك زي غيرك، وبدك تمشي على البروتوكول الموجود، بدك توقف الطيران وتسكر المصانع وتضب الناس في البيوت، لأنه الكورونا بيهددك. فأنت بدك تختار، يا أما تموت من الجوع زي ما بدنا إحنا الفاسدين، طبعا مش أنا أنا على قد حالي الفاسدين، يا بتموت زي ما بدهم وحسب رغبتهم، يا أما بدك تموت بكورونا. وعلى الحالتين أنت كده ميت وكده ميت. الله يعيننا على اللي جاي. وبصراحة شكله الفيلم كبير والكذبة كبيرة والضحك علينا كبير، وإحنا وقعنا بين كورونا وبين مجموعة نصابين. يعني البحر من وراءكم والعدو من أمامكم، كورونا أمامكم والنصابين وراءكم، فما لكم إلا الصبر والدعاء لله، والله يرحمنا برحمته. سلام عليكم.